Good cop, bad cop. Good cop. مراهق اسكتلندي يواجه الشرطة بمندقية. قررت المحكمة ارتكاب مراهق عمره 16 عاما جناية التهديد بالسلاح. والمصيب في القصة أن الفتى ما زال حيا بعد أن وجه سلاحه على الشرطة. في 23 من تشرين الثاني استجابت الشرطة لاتصال يشتكي فيه سكان شيتلاند من سامويل برول الذي كان يتجول في الحي حاملا بندقية لأنه ضاق زرعا بالعصات. فشل الشرطيان بإقناعه برمي سلاحه أرضا فاستدعت فرقة تدخل خاصة. بدأت القوات بالتفاوض معه بينما وجه المسلحون سلاحهم نحوه. وقد علمت القوات من والد الفتى بأنه مصاب بالتوحد وأن البندقية على الأغلب خلبية. واستنتجت الشرطة بأن الفتى يحاول الانتحار على أيديهم فاقتربوا منه ولم يطلقوا أي رصاصة. لو أن الحادث وقع في أمريكا لكانت الشرطة جعلت من جسد الفتى غربال. فكلنا نعرف وحشية الشرطة الأمريكية. يا حبذا لو يتعلمون بعضا من قدرات هؤلاء في عملهم بدلا من قتل الناس في الشوارع كالكلاب.